ولذلك الله تعالى يرى بأن قال ذكر بأن هذه منة من منن الله عز وجل على عباده المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي نعمة عظمى ومنة عظمى من ربنا عز وجل. لئن ذكرتها يا عبد الله نعم الله عز وجل عليك، اذكر نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، اذكر نعمة هدايتك لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال بأن من تمام نعمة الله عز وجل على العبد الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرجأه في أصلاب الرجال حتى يكون مؤمنا بالله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قد يكون العبد مؤمنا بالله من ملة على ملة إبراهيم أو من أمة إبراهيم أو من أمة عيسى أو من أمة موسى، ولكن الله عز وجل لما من عليك بالإسلام من الله عليك بالإسلام حلية تلو حلية، فكنت مسلما لله مؤمنا بالله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وأفضل الأمم، أن يهدى الإنسان إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فنعمة عظيمة أن الله عز وجل أرجأنا من أصلاب الرجال حتى جاء هذا الزمان آخر الأزمنة، وهذا النبي خاتم النبيين، فشهدنا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي نعمة أفضل من هذه النعمة.